ايه وكاي، صباح الخير. يو جايز، صباح الخير عليكم مره اخرى. المهم غندير داكشي كندير كل صباح، كنغسل وجهي بجاني طوايون ديال نيفيا، كنغسلو مزيان مزيان مزيان، افريك 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 افريك، ومن بعد ما كنشلل كنمشي كنمسح وجهي كيف ما لا بلاتي كنغسل سناني، كنغسل سناني مزيان كل صباح ضروري قبل من كنظم بلاصتي، كندخل التواليت كندير هادشي كامل، كنمسح وجهي يا اما بابيجين يا اما هذا البابي ديال الكويزين، من بعد كندير ترطيب لوجهي كامل، عاد كندوز للكوزينه باش نحضر الفطور ولا كان شي معن نغسلهم. يلا معايا واجيو معايا الكوزينه، هادشي ديال العشاء كنغسلو كنخرجو الصباح كنكزو عليه، هنا كتجي لي بالي في الدار معايا، لا خليني انا نغسل الموال لا خليني والو، ما خليتش اليوم ما كنقولوش شي مريضه تبقايلي ما تغسلي الموال. المهم غسلتهم انا، قلت لها باش قنعتها قلت لها سيري صوبي لنا قهوه تركيه، حيت حنا قبل الفطور ضروري كنشربوا قهوه تركيه، كنحلوا بها عينينا عندك الساعات كنديروا الفطور. المهم هي دابا كتصاوب القهوه التركيه، جالسه كتحتج معايا كتقولي ما كتغسل الماعن بالماء بارد، كنقول لها انا كيعجبني غسل الماعن يكون الماء بارد، ما عنديش مع الماء دافي بغسل الماعن. كنتعصب ما عرفتش علاش، كنحس بيدي كي بحال كيدوبوا ما عرفتش، كنحس بشي حاجه بشكل ضروري. قالت لي غريب امرك، قلت لها لا راه كيعجبني انا نغسل بالماء بارد ضروري، يعني الماعن في الصيف الشتاء نغسل بالماء بارد. المهم هنا كنغسل الميعنات ديالي او غنخليهم يتنشفوا، هي مثلا كتصاوب ديك القهوه، قلت لها صوبي لي ديال السكر، صوبت ديالها هي حيت كتشرب كلشي بالسكر، صوبت لي انا هذيك بالسكر حيت ما كنقدرش على القهوه التركيه الساده ضروري نشربها بالسكر. ايوا صافي صوبت لنا القهوه، داتها لينا للصالون، وانا اختكم مريضه بالمسيح ما نمشي من تما نمسح البوطاجي كامل، عاد ندوز القهوه. يلا معايا صوبت لينا قهوه، هي ديالي يلا كفحت عليها دابا، انا ديالي باقا في الكشكوشه. الله هاي مورنينغ جود مورنينغ، حنا غادي دابا نمشيو نجيبو الفطور، كديري لاباس غنمشيو نجيبو داكشي اللي خاصنا الفطور. يلا خرجنا حاجاكم الزبل حيت عندنا واحد البلاصه في الاقامه مغايره كتحط تمايا النفايات وهما كيديوهم نيشان البلاصه ديالهم حتى كتحطهم تما، المهم حنا حطيناهم تما، دابا غادي نشريو داكشي اللي خاصنا الفطور. خليكم معنا تفطروا معنا، مرحبا بكم. ايوا صافي هنا دخلت مشيت للبقال اللي عندنا، البقال اللي عندنا في الدرب، خديت هكا الخيار، شوفوا الخيار شحال صغير، كاين داك الخيار الكبير ولكن كناخذ الصغير هذا حيتاش مثلا وحده كبيره ما كنكملوهاش انا وياها بجوجنا، يعني كناخذوا هاد الصغار كنقيو وحده ولا جوج صغيورين بزاف كناكلوهم يعني كنكملوهم ما يبقاش يضيع، داكشي علاش كناخذوا هاد الصغار هادو. ايوا من بعد شنو غادي ندير، من بعد غادي نحطهم في الميكا وصافي اويلي ماني طولت في هاد اللقطه. المهم انا حطيتهم في الميكا وصافي هما جاهزين، كناخذ بزاف داكشي اللي قدنا لهذا للسيمانه، كناخذ هاد الطماطم، خديت هاد الطماطم شوفوا كيفاش كيكونوا مربوطين مع بعضياتهم، فيما كيقدوا ناس حيت حنا مثلا كل نهار في الصباح في الفطور كنقطعوا مطيشه وحده مثلا، يعني هاد المطيشه هذه ديال السلطه ديال الصباح، حتى هي خديتها حطيتها في بوشيط. خديت الحامض، انا مؤخرا وليت كنشرب الحامض حيت صحي ما يمكنش انا ما كنتش كنحملو، لكن ضروري ما كنديرو مثلا مع العسل ولا شي حاجه الصباح الماء وداكشي باش هكا يبقى الدات ديالي صحيه. من بعد عطيت كلشي عبر ليا، عطاني هذاك الشيء، ومن بعد طلعت السوبر غاتشي البقال عندنا حنا كبير حانوت كبير بحال شي سوبر مارشي وصغاور، هنايا كاين مثلا بلاطو ديال البيض تقدر تاخذو بلاطو ديال البيض، وكاين البيض اللي كتاخذو ديتا
هنا كنا ناخذ مثلا حنا كل صباح الا كان فينا الجوع بزاف كنا ناخذ ثلاثه البيضات، الا ما كانش فينا الجوع بزاف كنا ناخذ جوج على حساب الكرش ديالنا. فانا خديت ربعه هكا، اليوم غادي نديرو ثلاثه وحده كتبقى. المهم هذيك الوحده علاش كتبقى والله ما عرفت. المهم كناخذو حنا ربعه بحال تبروغرامين على ربعه. المهم من بعد طاح لي في بالي كاينه نوتيلا خديتها البارح، غناخذ داك فندق ازمسي حتى هو كيعجبني بزاف، حرت في انماركا غناخذ. حيت هذاك فندق ازمسي على حسب الا كانت الماركه زوينه كيكون زوين، كانت الماركه خايبه كيكون ما كيضاقش يعني ما تقدرش تذوقه. انا دابا غنجبد الغرانه نوريها لكم، معش ما عندي طولت لكم هاد اللقطات. المهم ها هي هذيك القرعه ديال فندق ازمسي، يعني العجين ديال البندق. صافي من بعد غادي نمشي ناخذ الحليب. الحليب علاش ما خديتش هذوك الكبار، كناخذ الصغير من هذا كنحل واحد كيكفي لي مثلا الكاس، ف كيعجبني ناخذ بحال هكا. شو الدر الصغير طيح هادشي كنرجع فيها عباد الله، واش انا المهم زهري ها هما جوج. غنزيد جوج اخرين، هما كيبقاو برا يعني واخا ما تكونش الثلاجه، وهذا تقدر تخليهم غير برا، والحليب في الثلاجه كيضرني في كرشي. ياس كيضرني في كرشي. هنا كنت صيفط اليف مشات تجيب هي الخبز، مشات للمخبزه تجيب الخبز، وانايا بقيت هنايا كنقلب على كنجبد داكشي ديال الماكل. المهم يلا وصلت علي اليف كتعاوني، خلصنا هادشي. زدت داك البينير وهداك سميتو الفرماج ديال الساندويتش كيكون بلا دهون حتى هو زدتو. المهم خلصنا داكشي هزيناه، ايوا تمينا جايين للدار وجايين كنعاود لكم في حكايه. الفيديو هذا ما عرفتش علاش يضحكني. المهم هذا هو فطورنا. كاين هنايا الطوست هو بداك الدقيق الصحي، هذا وهذا مطيشه وخيار البيض ديالنا. هنا كاين فندق ازمسي يعني البندق هذاك ازمسي ازمسي اها بيزديف فندق اوتيل دي ميكتر فندق فندق ها بندق بو قلت لي شنو هي البندق عباد الله. هنا هاد الفرماج كيكون خالي من خدينا خالي من الدهون، هذا فيه الدهون نوتيلا، وهذا الزيتون كحل العجينه ديال الزيتون كحل، وهذيك العجينه ديال الفندق. المهم انا صوبت ليا سجاك شوكولاته شوكولاته سخون،
وهي دارت الماء مع الحامض صحي اكثر. انا ما نقدرش خصني ضروري سميت. يلا نفطر ونرجع لكم. By the way you stared, the way you wrote up on me, yeah, yeah. Man, I felt your energy. Wasn't used to being loved and treated differently, yeah. But something went wrong, the signals got crossed, and now we're on completely different pages. Let's go where we were, when no one gets hurt. Baby, keep it right there, don't you stress the flow. Trying to pick the pace up, we should take it slow. Baby, keep your focus, don't you make me change my mind. If you love me, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Baby, don't you, baby, don't you switch up the vibe. Will you take me on a trip? Always up and down and back and forth in merry-go-round. Guys, عطو دابا نزل الدغيا. ماجدة كتسنى فيا. ماجدة كتسنى فيا. غادي نمشيو باش ديكلاري على قبل شي فيديو خرج. المهم شي فيديو خرج ضدها. غادي نمشيو للكوميسارية يا غديكلاري على واحد الحاجة تما غنديكلاري على واحد الحاجة أخرى تما هزا كلشي معايا. يلا حنا غاديين دابا لا دابا دخلت ماجدة لداخل غندخلو حنايا دابا الكراكول الكوميسارية باش ترفع دعوة على داك الفيديو. وأنا القاد بل بسطويك نسيت وهربت. بليش بليش حاشا في الدرفة 50 مرة. هاي واحد 20 ريال ديالك. سميتو المهم داخلية تاخد الماسك دابا غندخلو حنايا دير الدعوة وداكشي. غادي يجبدو تحقيق فين كتكون يعني ماجدة وداكشي. المهم داكشي كامل غادي يكون قانوني. انا غادي ندخل حيت طاحت ليا الإقامة هاد يومين. الحرام باعت لي ديال 5 غناخد ديال وحده بليره 50 ليره ما بغيتهاش. قالت لك 50 ليره انا نصرفها لك على قبل وحده ليره. جبت لها 20 من عند هادي صافي خدي ليره وردي 19. قالت لك واخا نعطيك ديال 5 ليرات فيها 5 حبات كوميرس باعتها لي انا. دابا باش ما نبقاش معطلاني خديتها. والله هادي قلت لها هذيك 20 ليره كانت في الصاك اللي نسيتي عندي. سميتو المهم حنا ندخلو دابا دابا الماسك. يا ربي منيت دابا كتقولي عطاتك كنقولي انا صافي غير كنتسنى شي بلاصه وي ما قادش نصبر فيك. كتقولي عطيتك ندخل لهاد الارض هاد الشجره واحد الارض فيها الصور كنقول عندها كيكون فيها داك القنابل المتفجره. ندخلت ما كتكونيش منيت كتدخلي مش قدرتي تصبري. لا ما قدرتش ما قدرتش. حطيني فين هاد الشجره دابا يلاه تغسلت وي تغسلت. مشكلة كل شيء ديبو واقف هنا ما كاينش دوك شي ديبو ما يكونش تقش في الديبو. خلاص ندير في الطوفي نغسل نحك. يا ربي ديبو تشوف الديبو خير راك تصفيها رجع. انت كاين الصور بحال هادشي ما جيت الكوميساري كاين الصور فيه كاين هادشي. شو انت قلت لي شو انت كلمك تالي كان فيها سكتر. شنو قلت لك يعني ان شاء الله كلمك تالي كان فيها سكتر. قلت لك بلاصة البنيه ممنوع انك تدخل وخطر خطيره. قلت لك حسيت كنت تدخلي كنتي غاتفرقعي حتى عرق تعرق شي قنبله غاتفاعل معاها حتى عرق تعرق بوم. اه سكتي اه سكتي
عرفتي الا دخلت حطتني واحد حطتني حدا واحد سميتو هو كيبان بحال شي هذا ماكازين ولكن هو راه تابع للمام يعني ما يدوش تمايا ما كيبيعوش تما ما كيبيعوش تما هالشونتي جمال دابا كيصيبوا الطباسي المعان عندهم ديبول فوق داكشي حاطين كيبان لك ماكازين بحال هادشي منو كيمشي علاش حبه كيجي واقيلا واحد ماكازين كيبان الطباسي كيعجبو هاد الشكل كيبان منو 87 طقم طلعنا للطاج الاول ليطاج الثاني ليطاج الاول عامرين جاب الله قشاش الثاني عرفتي ويلي باش عباد الله نقضي الحاجه ديالي كذبت قلت لها قول لهم حامل قلت لهم حامل كيقول لك لا كيقول لك لا ممنوع قلت لها حامله ما قدرتش يا ربي تسمح لي قلت لها حامله تزير تزير حامله قلت لها تزير تزير شدتها من الضحكه قلت لهم هاي ريتي الاولدم قلت لها بحال هكا زادت باش كضحك صافي تا قضيت الحاجه ديالي وخرج عاد تقول لي شحال عندك من شهر وانا ندير ديك قلت لها ثلاثه قلت لي ما بيناش قلت لها ما بيناش عاد ترى فاش كنت خارج كنت باغي ناخذ لها المارياج ديالها نديرو في يدي قلت لها ساعه ما سعفتنيش الحاجه ديالي ما سعفتني ضربني والله كامل كنضرب غير الزاج على التلفزيون ايوا والحمد لله بدا ارتاحيت دابا تقدري تسوقي في الترافيك يعني ماشي قبيله قدامي الطوموبيلات مزيان كنت قولي عفطي كنقول لها باص باص عفطي عفطي طيري ما بغاتش عفطي طيري ديري لي الجنحين وطيري دابا هذا والله عارفه هذيك القضيه ولا علاش كنت نكون صايقه وكتوقع لي ولا طارات ما عندكش كنت الاول خرجت 100 كيلومتر اخرى ناري بزاف لا مازال كيكون باحث استراحه من واحد ديرلك في الطوبيس اللي هو الميتروبيس لا الطوبيس ديال هنا كتركبي مع 8 تاع جي من ازمير كتوصلي حتى 9 الصباح ما كيوقفش كيوقف جوج مرات نص ساعه نص ساعه فاش كتقولها ليه مثلا تقولي تزيرت بزاف كيقول لك صبري بقى جوج محطات مشكي وقف على قبلك في هذيك المحطه الا ماشي واقفه ديالو بالزمن كيقول لك هذاك القانون ينزل واخا ما فيكش سيدي دخل عرفتي المهم ما خاصو هو 8 سوايع ديالو يكمل يجيب لانه 8 سوايع ماشي في 10 امتى كيخليك دابا نورمالمون كيوقف جوج مرات نص ساعه في نص ساعه ديال السيران وحيت راه 10 سوايع ديال الطريق فاش كيوقف يهز الناس بين ما طلعوا دوك الناس كيعطيكم تما غير 10 دقائق ماشي نص ساعه ديال الطواليت اما ديك نص ساعه ديال هبطه الشارع ايوا صافي هذا هو حنا نمشيو نجيبو ما دابا نمشيو ندوزو الاليف نمشيو نجلسو في شي قهوه هاد القهوه ديما بغينا نجلسو فيها هاد القهوه ديما البارح نطرطاو عليها ما جلسنا فيها قالوا الدراري نمشيو البارح انا البارح نسيت باغا نجي عندهم نشرب معاهم قهوه داك الشيء كيما جيت كاش فرجعنا حتى حنا الدار غنعاودو نرجعو او بعدا قريبه يعني صافي ما شفت لابيل ديالها عيطت لي ما شفتها ست العشية وانا كفانا كنت باغا نخرج ايوا شفتها ست العشية راه قلتها لكم في الفيديو اللي فات ايوا هذا هو يلا معنا هذا هنا كيشوفك باش تقرا هاي مجدة كليكي عليه باش يشوف اينا هولي يا زيولا هاي كاس Buluştuk. Sonunda. Toplaştık. Guys, كنا جالسين في القهوة تدخل البوليس دول بيبان كاملين قهوة نورمال ريستوران عادي يعني ماشي شي قهوة اللي ممنوعة ولا هذا كنا جالسين فيها كيف ما شتوف هذا الأول تدخل البوليس على غفلة غادي نقلبوا لي كارت ديالكم كاملين شوفوا الزهر اللي عندي اليوم درت شكاية أنني سميتو لا كارت ديالي تودرت ليا ساعتين وانا كنتسنى فاش خرجت قلت يا خاتي ساعتين وما كيخليوني كنتسنى كون غير كون غير زعما خرجنا مشينا للقهوه ولا شي حاجه ولا هادي وخليتها حتى الغدا ولكن فيها خير اي حاجه فيها خير تخيلوا كن اليوم فاش كنا في داك المطعم ودخلوا البوليس وقالوا لي عطيني الكيمليك ديالك انا عندي النمره ديالي يعني باقا قانونيه غير هي مضره الحق مضره كيقول لك علاش ما مشيتيش درتي الشكايه في البلاصه كيديوك الكوميساريه ان تخيلوا في النهار اللي درت فيه الشكايه كل نهار كنجلس في خورك مشتو الفيديوهات اللي قبل كنجلس انا وسميتها انا واليف وهذا كنجلس وسميتو عمر جاو البوليس اليوم وقيلا جاتهم شي شكايه كان شي حد كان جالس تمايا ولا ما عرفت جالس تما سميتو جات شكايه لانه تما ريشيرشي ولا ما عرفت شنو المهم داكشي اش دخلوا
حيت ما يدخلوش بديك الطريقه سدوا البيبان وكلشي. وقال لك عطينا الكيمليك، المهم عطيناهم داكشي ديالنا. انا ما عطيتهم ورقه، شافوها. تخيلوا في نفس النهار درت الشكايه، في نفس النهار قلبوني البوليس. هادشي عندي واحد الزهر ما كاينش، هادشي الحمد لله وفيها خير. بقيت كنقول ناري يكون عا خليت الغدا داو ليا من الوقت ديالي، كون عا خليت الغدا. شوف تخيلوا كون خليت الغدا ومشيت جلست انا ومجده والي في قهوه ودخلوا، كانت غدوز عليا كحله. ولكن الحمد لله تي ربي ديما مسهل عليا يا ربي الحمد لله. هاد الايامات الاخرى يعني هاد الشهر هذا اللي داز ودابا الحمد لله ربي ميسر ليا في كل شيء. الحمد لله يا سيد ربي. عرفتي راه فرحانه بزاف، كتحس بسيد ربي يعني قريب لك معاونك يعني. ما عرفتش داك الاحساس بوحده، يفهموا الناس اللي مش اللي كيجربوه ديما يعني. الحمد لله الحمد لله الحمد لله، رضات الوالدين وقفت معايا. الحمد لله شي صداقه وقفت ليا. نهار دخلوا البوليس، عرفتي دخلوا البوليس مع البيكتشي، عرفتي هكا شي 10 ولا ما عرفتش شحال، كلشي مسلح. سميت البوليس كلهم فراده وداكشي. المهم خداو لينا هذا، تحقوا دخلوا للسيستم واش انا دايره شي مشكل ولا. دخلوا بالنمره ديال لاكارت ديالي. المهم قلبوا كاع الناس اللي تما اللي ريشيرشي، راه ريشيرشي اللي ما ريشيرشيش راه ما ريشيرشيش. المهم ردوا لينا داكشي ديالنا كلنا، ايوا صافي. ورجعنا لحقنا مجده هنايا، طلعت انا واليف شربنا هكا القهوه ديالنا. ودابا غادي نمشيو الناس، وقلت نعاود لكم هاد اللعيبه هادي. تخيلوا شوفوا الحمد لله يا سيدي ربي. فنشوفهم اللي كتكون ثقتكم في سيدي ربي كبيره، وكتقولوا واخا ما عرفت شنو يوقع ربي غيعتقني غيعتقني. هادي ديما كنقولها خصوصا هاد الايامات يعني هاد الشهور الاخرين، ديما كنقول واخا ما عرفت من غرق ربي غيعتقني غيعتقني. ربي كيعتق، راه من غير سيدي ربي راه حتى شي حد ما يعتقك. الحمد لله الحمد لله يا سيدي ربي، الحمد لله كثيرا يا الهي الحمد لله. المهم بغيت نشارك معكم هذه. خلي ثقتك كبيره في الله، من غير الله ما كاينش اللي غيعاونك، غير الله ما كاينش اللي غيوقف حداك، من غير الله ما كاينش اللي غادي. مثلا انا كون ما كانش ثقتي كبيره، ولكن سيدي ربي ديما كيعاون، ديما ديما كيوقف معك. كون مزيان مع بنادم ما تخسرش خاطر بنادم. واخا يقولها فيك بنادم خايبه ديرو ما يالاش، خليه وزيد. سميتو غرقك شي واحد تا هو قول هانيه ماشي مشكل، اي حل سيدي ربي، ولكن كتعلم دروس. ف المهم خلي علاقتك زوينه مع الناس، تكون ثقتك كبيره في الله. راه شنقول لكم، من شي حوايج كبار تعتقوا تعتقوا. الحمد لله يا سيدي ربي، الحمد لله على نعمه الاسلام. الحمد لله على نعمه الاسلام، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. الحمد لله هذا الدين ديالنا واعر زوين. ما عرفتش كيفاش نوصف لكم الاحاسيس ديالي، ولكن المهم هادشي اللي كاين. بغيت نقول لكم شكرا لكم على المتابعه. اليوم تابعتونا المهم نهار كامل، هاد الايامات هادو كلهم كنحط هاد السيمانه اللي فاتت كنت كنحط لكم نهار نهار لا، دابا عاوتاني رجعت نهار كل نهار. فشكرا لكم على المتابعه، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو ديال غدا. باي باي.